الرابطة دي كانت فكرة أو تقدري تقولي كانت حلم لبعض المراسلين؟ كنا بنتجمع دايما مع بعض في المناسبات الاجتماعية، فطار رمضان مثلا أو حاجة كده، فجت لنا مرة فكرة قلنا ليه ما نعملش رابطة تجمعنا، تكون ترتب لنا الإيفنتات أو الأحداث الاجتماعية بتاعتنا. الرابطة دي نحاول يعني نناقش فيها قضايانا، بعض المشاكل اللي بتصادف بعض الناس، المشاكل المهنية بالتحديد، يعني مشاكل ليها علاقة بالعقود، بعض الناس اللي بيشتغلوا بشكل مؤقت، بعض الناس اللي بيتنقلوا من قنوات لقنوات فبيروح أحيانا حقوقهم المادية والمعنوية. ففكرنا في الفكرة والحلم ده تحول يعني لجزء من الواقع. طبعا ما بقاش واقع قوي، لسه ما أشهرناش الرابطة بشكل رسمي، بان احنا فكرنا عملنا صفحة على الفيسبوك وعملنا اكتر من لقاء وجبنا بعض الشخصيات المشاهير. لا، هي الفكرة موجودة بقى لها سنتين، بس هي يعني هي على اساس ما انها ما اشهرتش بشكل رسمي، فيمكن الاعلام ما تداولش قوي الموضوع، ولكن هي بنحاول بنفكر الفترة الجاية ان شاء الله ان احنا نشوف بقى الاجراءات القانونية، لان تأسيس الروابط ده ليه بروتوكول وليه قواعد ادارية يعني، فهنحاول ننتهج القواعد دي ان شاء الله. البعض حاول يعني يضمنا لنقابة الاعلاميين المزمع انشاها كشعبة، بس احنا فضلنا فكرة ان احنا تبقى الرابطة صغيرة ومترابطة اقوى من ان احنا ندخل في نقابة ونبقى مجرد شعبة في نقابة. يعني اللي يهمنا الناحية المهنية، يعني مثلا المصور التلفزيوني المحتجز اللي هو الزميل محمد بدر ده، اي حد فينا مراسل عارف اهمية المصور التلفزيوني بالنسبة له، هو اللي بينقل له الصورة، هو عينه اللي بيشوف فيها احيانا حاجات هو ما بيشوفهاش، هو اللي بيطلعه لو المراسل ده بيظهر على الكاميرا، هو اللي بيطلعه بشكل حلو او بشكل وحش، ففي علاقة وثيقة بين احنا تعليقنا على اللي بيحصل. طبعا اكيد ما حدش يتمنى ان يتم توقيف اي اعلامي او اي صحفي في اي مكان في اي تحت اي ظروف، لان الاعلامي بالذات اللي في الشارع ده نازل ينقل الحقيقه، ومش نازل يعني يعمل حاجه او يختلق حدث او هو جوه استوديو فبيعمل مثلا كاميرا خفيه، لا ده بينزل يصور حاجه موجوده في الشارع سواء سلبيه او ايجابيه، هو مش ذنبه، هو بينقل الصوره اللي هو شايفها.